السلام عليكم. اليوم نروح نضربوا دورة في منطقة الأميرالية اللي نقف على الأشغال تاع الترميم تاع بعض البنايات على مستوى الأميرالية. فيه أشغال تاع ترميم تاع البنايات وإعطاء وجه يعني مشرف للمدينة تاع الجزائر العاصمة. وهذه البنايات الرائعة اللي كان من الواجب يعني الصيانة تاعها والعناية بها وترميمها، اللي القيمة العمرانية والحضارية والتاريخية لها، اللي عندها طابع تمد، هي اللي تمد الطابع نتاع مدينة الجزائر العاصمة. هذا الإرث المعماري الرائع، إذن كان من الواجب صيانته والأخذ به وتطويره. ونلاحظ أنه فيه أشغال نتاع الترميم نتاع البنايات اللي كانت مهملة لعشرات السنين، الآن فيه عملية نتاع الصيانة والتجديد والترميم على مستوى إذن الواجهة البحرية نتاع مدينة الجزائر العاصمة. و الحق اللي عنده الجري طوال يلحق اللي عنده شوف. إذن شيء جميل، فيها اشغال، فيه اشغال نتاع تحسين المكان هذا، تطوير المكان، و فيه هنا نلاحظ الساحة عمومية جميلة جدا تم تهيئتها. إذن في وسط العمارات هذه عتيقة، شيء جميل جدا أن تكون فيه هذه العمارة وهذه الساحة هنا في المنطقة اللي كانت موجود فيها باب زيرة. هذه هي باب زيرة، إحدى بوابات الجزائر القديمة، فتحت على البحر وموقع المواجهة للواجهة البحرية. إذن هذه هي باب زيرة، إعادة لإحيائها. إذن هو شيء جميل، هنا في عملية تاع ترميم تاع البنايات راهي مستمرة. إذن هذه هي المكان. وهنا لاحظ المنارة، منارة تاع الإميرالية تاع القاعدة البحرية. هذا المكان اللي لازم كذلك يحتاج إلى ترميم و يحتاج إلى نزع كل هذه القوارب القديمة ونقل فكرة تاع الصيد، يعني الموانئ تاع الصيد هذه يعني نقلها تماما من الجزائر، نقلها إلى مناطق أخرى في ولاية، يعني في موانئ أخرى. إذن لابد من الانتهاء من قضية الصيد، هذا موانئ الصيد في الجزائر العاصمة. نستمر في الرحلة تاعنا إذن باتجاه منطقة ما يسمى بقاع الصور وباب الوادي الكتالي. إذن نستمر في الرحلة تاعنا لرصد الأشغال تاع الترميم تاع البنايات تاع البنايات تاع الجزائر العاصمة.
وهنا نلاحظ انه فيه اشغال تاع الترميم تاع البنايات هذه. اذن احنا نشوف الواجهة هنايا كلها راهي قيد التجديد والتهيئة، قد تم تجديدها يعني بالكامل. نشوف فيه عملية الصيانة تاع الواجهة من هذه الجهة، وهذا أمر مفرح أنه نلاحظ أن الأشغال تاع التهيئة. أنا نشفلها هذه البنايات لو كان نولي 3 أو 4 سنوات من قبل كانت في حالة يرثى لها. الآن تم تهيئتها بالكامل، وشي جميل. إذن ولابد من إعادة النظر في الواجهة البحرية من الجهة هذه. فيه تهيئات راهي قيد الأشغال من الجهة من هي. إذن نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم. Thank you.